السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم دكتور محمد من قناة أنيمال وولد. ازيكم يا جماعة؟ من ايه، يا رب تكونوا بخير وأفضل حال دايما يا رب. كل سنة وكل أم طيبة، وكل سنة وكل الشعب المصري طيب، وكل سنة وكل الشعب الإسلامي طيب. أولا أنا بعتذر عن التأخير، وده لظروف العمل. أنا بشتغل من الساعة 7 الصبح لحد 12 بالليل، وبالتالي اعذروني لأني مش ملك نفسي. احنا ان شاء الله باذن الله راجعين ليكوا تاني باذن الله، هنعمل سلاسل فيديوهات كويسه بعنوان وعي نفسك وحافظ على كلبك. وبالتالي انا في فيديو النهارده هتكلم عن الحلقه الاولى، عن العادات السيئه اللي انت ممكن تاثر على حيوانك الاليف وتسبب له امراض وانت مش واخد بالك منها. رقم واحد، وعلى بركه الله نبتدي بيها، انك بتنيم الكلب بتاعك على السيراميك مباشره، وده بيؤدي الى مرض اسمه الاوستيو ارثرايتس. ده مرض في العظم. الاوستيو ارثرايتس ده مرض بيخلي الكلب يعرج، بيتقال مصطلح شعبي في مصر مشهور قوي، وهو ان الكلب بيبدل على رجليه، وده العرج بعينه. رقم اتنين، انك تشرب الكلب او تأكل الكلب قبل او بعد الجري، ده بيسبب له مرض اسمه الاسوفيجيال ريجرجيتيشن، يعني ارتجاع في المريء، او بمعنى صح ان الاكل بيرجع من المعدة وبيروح المريء مرة اخرى ومنه للفم، او بالبلد دي انه عنده قيء مستمر. رقم تلاتة، انك بتأكل الكلب بتاعك اكل عشوائي. وهنا اكل عشوائي مش معناها ان اكل البيت بالاخص، ممكن جدا الاكل البيتي يكون صحي ومفيد للكلب. اللي عاوز اقوله لك ان في 10 اكلات خطر على صحة الكلب، انا عاملهم لك في شكل فيديو محترم في الاي اللي فوق، هسيبها لك تتفرج عليها وتتمعن في الفيديو وتفهم ايه هما ال10 اكلات الخطر على صحة الكلاب. كمان مش في الاكل فقط، ممكن عدد الوجبات المتغير وكميات الأكل المتغيرة وكميات النشويات والسكريات والدهون والسعرات الحرارية المتغيرة، أو نوع دراي فود مش معروف أو بلدي أو من هو اللي بيتباع بالكيلو. رقم أربعة، إنك تشتري كلب أو قط ملوش شهادة تطعيمات، أو تشتري الكلب أو القط لمجرد إنه عاجبك شكله بغض النظر عن الصحة والكشف عليه. على فكرة أنا ممكن أشتري جارو 45 يوم يقعد معايا 10 أيام ويجي له بارفو أو ديستمبر وأنا معرفش إنه متحصن ولا لأ، ويموت وأبقى خسرت كتير، وده عدم وعي. رقم خمسة، إنك تحمي الكلب أكتر من مرتين في الشهر وخصوصا في الشتاء، وده بيقلل مناعة الكلب وبيعرضه للإصابة بأي مرض بكتيري أو فيروسي. بكده احنا خلصنا فيديو النهاردة، ومش عايز اطول عليكم في الفيديوهات، هيكون 2 3 دقايق. واتمنى تكون استفادتكم تكون كبيرة، واشوفكم على خيرة الله الفيديو الجاي. يلا سلام عليكم.